اليوم كي كتشوفوا غادي نعرضوا مسرحيه ولاد اليوم من تاليف واخراج عبد الربيه. حاولنا اننا نركزوا على مجموعه من التلاميذ والتلميذات ديال مدرسه ابن بطوطه العموميه بن بنيونه، وهاد الوليدات هادو محتاجين المسرح، وارتئينا اننا نديروا هذا العمل المسرحي اللي كيناقش بزاف المواضيع، موضوع المخدرات، موضوع السلامه الطرقيه، موضوع جمع الشمل للاسره، وايضا حتى البيئه. اذا مواضيع شامله كيجمعهم موضوع ديال بوشعيب اللي هو الاخ ديالهم وباهم وامهم ميتين، وغيكون واحد الصراع ما بين العلم والجهل، وفي الاخر كيكون انتصار ديال العلم. وهذه المسرحيه حاضره واحد الجمهور، جانب الجمهور اللي حاضر هما الاباء، اولياء اباء التلاميذ حتى هما حاضرين. وكنشكروا اداره ديال مؤسسه ابن بطوطه اللي فسحت لنا المجال وعطتنا القاعه ديالكم، وخلقنا فرقه مسرح نادي ابن بطوطه اللي غادي اليوم غادي نلعبوا واحد المسرحيه ديال الاسم ديالها اولاد اليوم. الدور ديالي انا في هذه المسرحيه اللي هو خالد، واحد تلميذ مراهق، وغادي نتمنوا نكونوا في حسن الظن ديال الجمهور. بغيت نوصل رساله للشباب باللي هاد الدور ديال خالد ما يتبعوهش وينقضوا راسهم، وقدما داروا شي حاجه في الحياه ديالهم اللي غتنفعهم وغديهم لطريق زوينه. سعداء ان نستضيفكم في هذا الحفل المتميز اللي تيجي لتتويج التلميذات والتلاميذ المتفوقين في المؤسسه. طبعا هذا النشاط تيتنظم بشراكه من جمعيات اباء واولياء امور التلاميذ اللي تنشكرهم من هذا الموقع لما يبذلنه من مجهود حثيث، مجهود جبار ينمو على روح المسؤوليه وعلى ثقه الامهات والاباء فيهم. مجموعه من الفقرات الفنيه وعلى راسها واحد المسرحيه اللي الكاتب ديالها والمخرج ديالها مشكور اللي هو السي حقيق مصطفى فناننا الكبير اللي تنوهوا به من هذا الموقع ايضا، لانه ما بخلش علينا بوقته، ما ان طرقنا بابه الا وقد قال لبيكم لبيكم. بدور عايشة في مسرحية ولاد اليوم، دوري كدور عادي اللي كان مطلوب في دور في مسرحية المشرف عليها مصطفى حقيق، كيمثلوا لي بنات اليوم اللي كيتيقوا في الرجال. غنلعب الدور ديال الأستاذة كوثر في مسرحية ولاد اليوم من تأليف وإخراج الأستاذ مصطفى حقيق. دوري في هذه المسرحية هي واحد الأستاذة اللي غادي تحاول تدخل وتجمع الشمل ديال واحد العائلة اللي كانت معرضة للتشتت. اول مره غلب في هذا الدور واستمتع به بزاف، حيت كان المسرحيه كلها فيها واحد المواضيع جميله جدا ورسالات جميله، داكشي علاش استمتعت بزاف اني نلعب هذا الدور هذا واللي كان اول مره غلب.